مساكم الله بالخير مشاهدينا متابعينا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم الشبابي المنوع شباب الديرة. هذا البرنامج اللي نطلع عليكم فيه من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت الفضائية القناة سبورت الرياضية. طبعا مسي بالخير على زميلتي أماني، بعدها نستمر معكم في حلقتنا. مساك الله بالنور بدر، ومساء عليكم بالخير ومساء الأجواء الطيبة، وأكيد سعداء بهذا اللقاء الجميل من خلال برنامجنا شباب الديرة اللي دائما تواصل فيه معاكم من خلال مواضيع مختلفة، سواء كانت إبداعات شبابية أو مواهب دائما نبرزها بالشكل الجميل ونشوف إنجازاتهم وبداية مشوارهم من وين بدأوا بدر، نتعرف عليهم أكثر وأكثر. وللتواصل ويانا عن طريق الإنستغرام أو السناب شات الخاص فينا شبابي QATV، عندك أي اقتراح أو فكرة تقدر تواصل معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد أماني، ورجعنا لمكاننا الجميل والحلو في طبعا التجارية اللي هو أبراج تجارية. الشكر لهم طبعا لإدارة هذه الشركة لتوفيرهم لنا هاللوكيشن الجميل اللي نطل في من خلاله في برنامجه. بالضبط، هذا هو. احنا دائما نتكلم بدر انا وياك وندردش شوي، كل برنامجنا يعني خلينا نقول في مواضيع مختلفه بحلقاتنا، فاليوم موضوعنا مختلف كنا نتناقش فيه انا وبدر، وكنا نتكلم عن بعض الامور اللي دائما نواجهها في حياتنا، منها العادات السيئه عند البعض، يعني احنا ما نقول الكل، عند البعض للاسف عندهم بعض العادات السيئه بدر، بس صعبه انه يحولها حق عادات خلينا نقول حسنه، او نحول السيئه هذه السلبيه الى ايجابيه، فيجد صعوبه بهالموضوع هذا. معناته ان احنا نبتعد البعد الكلي مثل كل مره احنا نقول بهالشيء ونتكلم فيه اماني، الواحد يبتعد عن الاشخاص السلبيين في حياته وانه يبتعد عنهم نهائيا، خصوصا انهم راح يكونون تاثير لهم تاثير كبير في حياتهم، خصوصا هذه الامور السلبيه ما تي الا من الجلسات السلبيه. بالضبط، وساعات يعني مثلا هالاشياء هذه تختلط فيها سواء كانت يعني بين اصدقائك او بين زملائك، تلاقي البعض فيهم، وانا هالنقطه هذه بنوه عليها شوي، انه يكون عنده مثلا انت قاعد تتكلم بموضوع معين او شيء، يجيك واحد عنده فضول، هذه عاده سيئه، يبي يعرف شنو الموضوع اللي انت تتكلم فيه. قلبك متروس اماني. فيعني زين هو ما له شغل بهالموضوع، لا يتدخل وده يعرف شنو هالموضوع، فللاسف في البعض عندهم يعني خلينا نقول اللقافه الزايده. تطفل. يعني في هالشغله هذه اللي هو يتطفل على الغير، وخصوصا يدخل نفسه في امور يمكن لا تعني. صح. ويسبب لنفسه الاحراج ويسبب ايضا الاحراج للغير، فاحنا نقول اترك عنك الامر هذا، شيء مالك يعني في دخل او مالك مثلا ما يعنيك لا تتدخل فيه عشان ما تضايق الطرف الاخر. كذي احنا عشان ما نكثر في موضوعنا عندنا فقرات وايد متنوعه اماني، واليوم ان شاء الله راح تكون حلقتنا جدا مميزه. وش عندنا يا اماني؟ انت ايش تقولين حق المشاهدين؟ عندنا مواضيع كثيره ما راح اتكلم فيها، ابيهم ينتظرونا من بعد هالفاصل. مشروع أونلي كيك ولقاء مع الياز العوض، تقرير عن بيت ديكسون، رياضة الكروسفيت ولقاء مع أبرار الفهد. لان احنا مشروعاتنا كثيره ومشروعاتنا شبابيه، ودعمنا في برنامج شباب الديره هو المشروعات الصغيره وانجازات ايضا الشبابيه، عشان كذي احنا ضيوفنا دائما يكونوا مميزين، ولذلك اليوم استضفنا احد ضيوف برنامجنا في الفقره الاولى وهي اختنا اليازي العوض، عندها مشروع صغير يعني نقول بدت فيه من الهوم بزنس لين اليوم ما شاء الله شفناها
يعني تطورت في هذا المشروع وقامت تعطي دورات فيه، وهو مشروع اونلي كيك. نمسي عليك بالخير. هلا فيك، مساء النور. هلا والله. هلا فيك شريازي. طبعا مشروعك وايد حلو، واحنا دائما اكثر شيء نحبه ونسويه شنو؟ الاكل. الاكل طبعًا. الاكل والكب كيك وهالسوالف والسويت. فيعطيك العافيه على المشروع المميز، واحنا دائما نحب نتذوق اكيد هالمأكولات هذه، بس ما جبتي لنا معنا يعني ما ادري ثاني مره يجي لنا نكسه ان شاء الله. ان شاء الله. فانت انشهرت اليازي يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، وكانت بدايه ظهورك بهالمجال عن طريق السوشيال ميديا. فشلون قدرتي تخطين هالخطوه، خصوصا ان الاكل يعني الواحد محتاج يجرب يذوق شوي قبل انه ياخذ الشغله، فشلون كانت ردود الافعال في بدايه انطلاقتك بهالمجال؟ طبعا قبل السوشيال ميديا انا بلشت 2008، ما كان في كل هالسوشيال ميديا. حلو. كان يمكن في الفيسبوك بالضبط، وكان الايميل. فبالعكس لما بلشت كان صعوبة ان الناس تعرفني، يعني قديمة مشروعك من 2008، فوقتها ما في كل هذه الاشياء. حلو. فكان صعوبة ان الناس تعرفني عدل. وكنت منحصرة بمبيعاتي على ناس معينة. بعدين قمت افكر ان شلون اطور. قلت ما كل اصور صور، بس اجيب له مصور بروفيشنال يصور لي، وابلش اوزع الصور عن طريق الايميل. هم من الوقت هالمصورين ما كان في اصلا مصورين، يعني الحين ما شاء الله طفرة كبيره الحين. ما كان حزتها فيه، بالقصب دورت لين حصلتي واحد يصور لي وتوفقت معه. فلما صور لي قمت اخذ الايميلات، انا كنت موظفه في قطاع خاص، فيعني عندي ايميلات واشتغل. قمت يجمع ايميلات واراسل اطرش لهم الصور. من خلال الصور كانت لي اول مقابله في ام بي سي صباح الخير يا عرب. ما شاء الله. هذا من وصلهم الايميل وشافوا الشغل وايد شدهم وعجبهم. قبل 2008 هذا 2009 بالضبط، عقب سنه. إيه. فاول انطلاقه لي كان صباح الخير يا عرب، وفي لي مقابله وموجوده لحد اليوم يعني. فمن هنا بلش. بعدين بلش البي بي ام، توسعنا اكثر عن طريق البي بي ام، بعدين الانستغرام، بعدين سناب، بعدين هالاشياء كلها. صح. والحمد لله يعني. والجاي من البرامج اكيد وايده وكثيره، ما راح نوقف على هالشيء اكيد اكيد. لكن شوي خلينا نسولف عن الاونلي كيك وهذا المشروع، شنو هو عشان يعني للي ما يعرف المشروع هذا بالاكيد ياخذ عنا بعض التفاصيل. اي، هذا المشروع انا بلشته الحلويات العاديه، غريبه كيكه، يعني كان عندي صنفين اول ما بلشت. بعدين لما شفت الناس بلشت تعرفني فكرت انه لازم ادخل فيه اشياء نقصة، أشياء كذي الناس توزعها كهدايا. فبلشت شوي أوزع هالنقصات وهالهدايا وكل حلويات شيء. كويتية إيه، حلويات كويتية كبداية. حلو. بعدين شوي تطورنا. بعدها فكرت إني أسوي المجسمات الثريدي، كان حزتها أغلب المحلات تسوي فلين، تستخدم الفلين. عدد. أنا فكرت لا، أبي أسوي كيكة نفسها وأنحتها على شكل المجسم، يعني بطل، علبة، whatever. والله وقعدت يعني اجتهدت شلون اسويها، شلون اخليها واقفه، شلون توصل سليمه، كل هالامور. وبلشت ب 2010 خذيت هذا الخط، فتوفقت فيه واشتغلت فيه تقريبا سنتين، وما زلنا بس الحين على الخفيف، لان ما شاء الله السوق انترس، يعني صار وايد ناس يسوون ال 3D كيك. وبعدها قمنا نفكر باشياء ثانيه، دشينا في مجال الدورات ب 2011. حلو. لان الناس قامت تشوف فقاعد تقول نبي نتعلم، علمينا. فقلت خلنا يعني اجهز لي مكاني كذي ونبلش. وهم توفقنا بالدورات وما زلنا لليوم نعطي دورات تدريبيه. ما شاء الله شوقتنا لي. انا يعت الصراحه، وانا واحده احب الكيك والسويت وايد. حبيبتي طبعا دشينا في مجال الموالح الصغيره شويه وهالاشياء، كل شيء يعني قمنا ندش تنوعين يعني كل شيء بجميع الاشياء. انزين، بخصوص الطلبات يعني الحين انت تستقبلين الطلبات بنفس اليوم مثلا او قبلها بيوم؟ لان اكيد الشغله اللي تسوينها مثل الكيك اللي تسوينه اليوم ما راح يتم لي باكر. صح. تعتبر خساره في انك تجهزين مثلا كم طلب حق خلينا نقول مجموعه من الزباين. صح. عشان تقدرين تنسقين هالامور هذه. هو طبعا يعتمد من منتج لمنتج. في منتج تحبينه نفس اليوم تسوينه ويطلع عدل، فعادي لو تطلب الزبونه نفس اليوم بس بوقت مبكر يطلع لها. في منتج لازم قبل يوم، وفي منتجات لا تبي لك 4 ايام لان تكلفتها عاليه على ما تتفقين مع الزبونه. نحتاج بعد عربون لان في اشياء ما تقدرين تسوينها، وبعدين تجي الزبونه تقول لك انا ما ابيها. اذا كم كبير يعني اذا شيء طلبيه مثلا كيكات ال 3 دي تكلف يعني. أي. من 30 دينار وانت صاعده على حسب الشغل اللي فيها وهذا. فيعني من منتج لمنتج يختلف الطلب على حسب، بس يعني كل الامور الحين سهله ومتاحه.
حلو، واحنا يعني قاعدين نشوف هالصور هذه، هم شوف كيك وشفنا معجنات اللي موجوده، فهذه المجسمات هي صح؟ هذه 3D المجسمات. حلو، 3D. طبعا المجسمات كثيره مثل ما قلنا، هي السوق حاليا تشبع منها. تشبع يعني في السابق يمكن بالوقت اللي انت بلشتي فيه يمكن ما كان او ندره بالناس اللي تشتغل في المجال هذا. هذا الشيء طبعا اكيد يزيد من خبرتك، خصوصا يخليك انت تنافسين في السوق وتجددين يعني. طبعا. حلو، خلينا شوي نسولف في مشاركتك في المعارض. في هناك معارض للمنتوجات الغذائيه او مثلا المعارض اللي تخصصها في التغذيه والاغذيه، تشاركين فيها؟ تحرصين انك تكونين فيها؟ اي والله نشارك فيها، وما زلنا يعني عندنا ما شاء الله شهر 3 الحين شهر 4 معارض، بس دائما نحرص ان نختار المعارض الصح، لان في ناس ما شاء الله عليهم يسوون المعرض، يعني المسؤولين عن المعرض يكونون وايد مجتهدين. مجتهدين باختيار المكان، مجتهدين باختيار الناس، هم كسمعه بالسوق جدا طيبه، فلما انت تيجي تشترك معاهم يكون هذا كريدت لك. فدائما انا يعني احفز يعني اقول حق الناس اللي توها باديه مشاريع، لا تروح تقطع عمرها باي معرض، لان في معارض تنزل ما حد يدري عنها، بس في ناس لا تحرص حتى على الاعلان والدعايه وكل شيء، تحرص انها تكون وايد دقيقه يعني. في معارض كذي تكون لها مثلا اقبال شديد او قبل المعرض هذا؟ وفي معارض الناس تنطرها، يعني الناس تنطرها عشان تيجي هالمعرض. حلو. كل سنة هو موجود، لثيم معين، الاسم الشخص اللي ماسكه وايد اشتغل على نفسه، فكون له شريحة وايد من الناس، وماركتينج عنده قوي، فنحرص احنا نشترك فيها، يعني هذا شيء وايد مهم. حلو، ممتاز. حلو بدل الواحد انه بالفعل يركز حتى بمشروعه، يعني اني انا انتقل المعرض الصح، مو اي معرض اروح ادش فيه واخر شيء يعني ما يكون له صدى كبير او يكون له زباينه. فاحييك على هالفكره هذه، في انك تفكرين وتدرسين قبل تدشين اي معرض وتشاركين فيه. طبعا لا، بس بندش موضوع اخر ونعرف قصه الريوق. الياس، شنو قصه موضوع الريوق وتعاونك مع احد الكافيهات في تقديم هذه الوجبه؟ الله يسلمك. الريوق طبعا احنا لما سوينا الحلويات واشتغلنا خلاص تشبع السوق، وما زال ما شاء الله السوق بالحلو متروس، وكل يوم الناس ابداعات وافكار وكل شيء. فانا قلت لازم اخذ لي خط غير هذا، منه هذا يشتغل ومنه بعد خط ثاني، هم من انت كل شيء وانت تبين تكبرين بالسوق، ما تبين توقفين مكانك، فلازم على طول تفكرين وتكونين اكثر بالشيء. فقلت خلنا اسوي ريوق، وفكرت ان البيضه، ان من هذه البيضه اسوي اطباق مبتكره، يعني اضيف عليها شيء مو بالبال، يعني الناس تعلمت البيضه عيون او اومليت او سكرامبل، يعني هالاشياء العاديه، بس ما يخطر على بالهم مثلا تعالي حطي مثلا خلينا نقول مع البيضه مانجا، او مع البيضه يعني نكهه مختلفه عن هذا. فهذه الاشياء حبيت انا اسويها بطريقه، وهم افكار قمت اسوي، قمت اقرا، قمت اسوي سيرش، قمت انا يعني اجرب. فقامت اول ما بلشت الناس طبعا قامت يعني نوعا ما تحارب، انه شنو انت كل يوم بيض، شنو انت كل يوم تاكلين بيض. وبعدين الناس متبرمجه ان البيض غلط، ينوكل كل يوم ومو زين ويسبب، وهو غلط، هذه الفكره غلط. وبالعكس هذا ما ضيعهم للجوجل. اي، وبلشت اصلا الدراسات قاعد تطلع ان البيض من الاشياء اللي جدا مهمه ان انت تاكلها يوميا كوجبه رئيسيه. فيعني هذا الشيء قامت الناس ان انت شنو هذا اللي كل يوم بتسوي بيض، صارت الضجه. يعني احد الكافيهات كان توه فاتح، يعني كان يقول لي انا بيشتعرضين عندي بالمقابل تعلنين وكذي جديد. أنا أقول أنا ليش أسوي شيء عادي، خلنا أسوي في ريوق. هو الكافيه يعني حلو وطاولات شيء، بس ما في مطبخ. فقمت أنا ودي كل معداتي وجهز المكان بالكامل، عربانتي الصغيرة، شولتي الصغيرة، بهالأشياء الصغيرة. حلو. وقلت خلنا أوري الناس يعني إن شلون، كانوا وايد يقولوا لي إن أنت شلون تاكلينه زفر، وأنا كنت أقول لهم مو زفر، يعني هو في صجن، هو ممكن سهل، بس في تكنيك معين أنت لازم تكون حريص عليه عشان ما تصير لك البيضة زفرة، عرفت شلون؟ فقمت كان اقول لهم انا بسوي ريوق. ودائما احب اشارك متابعيني. اي نعم. ان اذا تحبون هالشيء، والله وصار صدى وما شاء الله زحمه والناس بلشت تيجي، والحمد لله توفقنا. اشتغلنا 3 أشهر بهالكافيه الصغير، وتوفقنا الحين مع كافيه ثاني هم شغالين فيه بالسالميه، وصار لنا الحين هذا الشهر الثاني سوينا العقد معاهم على الشهر الثاني هم الريوق. لازم نجرب ان شاء الله. لازم ضروري. احنا المفروض كان في نمونه وياك هنا عشان نجربها نقول لك رايك. لا ان شاء الله تجون هناك وتجربون. ان شاء الله هناك اكيد بنمركم عليهم ونجرب هذا الشيء. عسى ربي ان شاء الله يوفقكم. لكن شوي خلينا نتكلم على شغلك في هذا المشروع. في بدايتك بال 2008 اكيد اشتغلتي فيه بروحك. صح. يعني كان وياك احد في هذا المشروع. عدل. لكن اليوم ما شاء الله بعد ما توسعتي، بعد ما الله وفقك وفتح عليك، اكيد
في ستاف في ستاف وفي مطعم اجرت للحين مكان قاعد نشتغل فيه عشان نفتحه كمطعم حقنا والبكري حقنا، فان شاء الله يعني الواحد يتطور. هذا شيء مهم. شلون جهزتي الستاف هذا كله انت بروحك؟ اعطيتيهم يعني علمتيهم وتعبتي عليهم يعني؟ اي والله انا دخلتيهم دورات ثانيه. اي والله انا بروحي. لا مو دورات، دائما انت تتعلم نفسك وبعدين تبلش تعلم غيرك. هو الموضوع مو طبخ عادي، يعني لما دشيت بالحلويات هو مو طبخ عادي، انا يعني اي اقطهم اي دوره وخلاص. حتى لما بلشت ما كان في موضوع الدورات، انه في ناس تعطي دورات، اللي يعطون يعطون مكبس دياي مرقه ما شنو هذا ب 2008 شغلات اساسيه. اي بس ما في الاشياء الناس تعطي حلويات، فكنت اي واتعب. بعدين انا قاعده اجيبهم خدم وما قعدوا، يعني ما يقعدون عندك، يعني ما في احد. دائما حتى يسالوني هالسؤال، يوسف شلون العماله، شلون تحافظين عليهم؟ ما في، انت لازم تكون شخص عارف شغلك وتمارس وايدك خفيفه على الشغل، بحيث هذه العماله اليوم تعلمها تشتغل لك، بعد سنتين تقول لك مع السلامه، تقول لها مع السلامه والله معاك، لان عندك بديل. إيه؟ وتكون عندك بديل، وتكون انت ما يعني ما تتعطل، الشغل ما يوقف، ومليون عماله تبي توقف. هو فيها تعب وفيها صعوبات وبيبج، بس اذا انت تعرف شغلك ما راح يصير شيء صعب عليك، لان انت تمارس. غير لما انا اقعد واعلم عماله وبس احط لي على ريل وهو ما يكون عارف وبيهم هم يسوون وما اعرف شيء، هذا بيديرونه اكيد ما راح يكون شي نفس ما هو. وانت ما له شغل، وايد يسالوني سؤال شنو احسن عماله وش رايك، ما له علاقه. انا اجيب واعلم شنو كانت العماله. في ناس تخلص لك، في ناس خلاص هي ما تعطي. احنا نفسنا مرات انت تحب شغلك وتعطي، ومرات انت يعني ما يكون مالك خلق حتى لوقت معين. اذا شيء اذا شخص حب شغله راح يبدع فيها اكثر. بس هم بعد ودنا نتكلم عن جانب اخر اليازي، اللي هي موضوع الدورات. نبي نعرف مده الدوره، كم يوم، ايش كثر، وشنو محتوى الدوره، وحتى اسعار الدوره، يعني هل هي اسعار رمزيه؟ اي هي يعني الاسعار مناسبه جدا على اللي احنا قاعد نقدمها، يعني الماده مكثفه، اللي لنا قاعد يتعلم من الاي تو زد. يعني كل شيء نعلمهم، يعني من اول للاساسيات، تالي يخبز، تالي يزين، تالي ياخذها معاه البيت ويقول مع السلامه. فيعني الحمد لله وفضل من الله، في ناس حتى فتحت لها محلات ودائما يثنون انه والله يا ام يوسف مشكوره، انت اللي مثلا علمتي لنا، انت اللي قلت لنا، والحمد لله. الاسعار شامله الطحين وكذا، كل شيء، كل واحد عنده طاوله هالكبر. اي كل شيء، كل شيء. هم يجون يدوروا ويجي قدام، شامله كل شيء. يجون هم كل واحد له طاوله كبر، هذه عليها خلاط، عليها الوصفات كامله اللي هم بيسوونها، وعليها وعندهم انا قاعد اشرح لهم ونعلمهم، يتعلمون كل شيء من الالف الى الياء. كم يوم؟ لمده يومين، يعني اكثر دورات ماكسيموم يومين، عرفت شلون؟ بعدين يعني المجموعه اللي ناخذه من 15 ل 20 شباب بنات ولا كل شباب او بنات كلهم مع بعض، يعني الاثنين ناخذهم الجنسين. بعدين يقعدون مع بعض يتعلمون كل شيء، بحيث ان كل الاطباق تطلع نفس الشيء. يعني احنا نعلمهم اساس انه اذا انت مشيتي على واحد اثنين ثلاثة اربعة، لو تخبزي لك 10 صواني كلهم راح يطلعون نفس الشيء. اذا استخدمتي هذه الاساسيات اللي احنا قاعدين نعلمك، المقادير اللي موجودة طبعا. ما في، وطبعا انا سعيدة واستانس لما تكون واحدة فيهم ما يطلع شغلها مضبوط، لان انا مثلا قاعدة اشوفها ان هي قاعد ما تشتغل صح او غلطانة بشيء، ما اقول لها ابيها تغلط، لان احنا اذا ما عندنا شخص يغلط ما راح يستفيدون ولا راح تتعلم. فبالعكس انا استانس لما يكون الدوره فيها اثنين ثلاثه، واحد يغلط وشغله ما يطلع مضبوط، عشان اهم من يتعلم الاشياء. شكلك بتدش الدوره بدر، بطل من ورانا الكافيه. اي والحين عندنا دوره بس برا الكويت. نجرب الحين اول. لا لازم تي. والحين عندنا دوره برا الكويت، في باريس وفي كوبا، راح تكون شهر اثنين باذن الله، من 17 ل 27 اثنين. بالبرد؟ بالبرد. اي احلى شيء. وكيك؟ كيك. واحدة فيهم بيستري. زايد وزنه زايد. احلى شيء. نتعلم، نشوف المطابخ الثانيه، نشوف الكوزين الثاني في الدول، يعني خارج الكويت. حلو حلو. عسى ربي ان شاء الله يوفقكم في هالمشروع هذا، للامانه مشروع وايد حلو، بس احنا عشان نحكم عليه لازم نجرب. اكيد يلا تنورونا. ان شاء الله ضروري نجرب. احنا كل سبت وثلاث الريوق، يعني انا اسوي يومين بالاسبوع. بيض؟ ايه كل شيء بيض، كل اطباق بيض. ايه كل الاطباق ان شاء الله لنا يوم ان شاء الله نجي ونجرب هالاطباق باذن الله. لكن نبي يعني على عجاله، بما ان الوقت شوي داهمنا، نبي شنو مشاريعك القادمه وشنو ان شاء الله اللي تسعي له مستقبلا؟ ان شاء الله طبعا المشاريع القادمه، في عندنا افترنون تي قاعد نجهز له، عشان راح يكون في محل اثاث وايد حلو وصغير، وهم الناس يقدرون يحجزون طاولاتهم ويقعدون، فان شاء الله هذا واحد من الاشياء اللي جايه. والشيء المهم المحل اللي انا قاعده اشتغل عليه، وحطيت له تارجت ان شاء الله بيفتح ب
بإذن الله على شهر 5 إذا الله راد إن شاء الله. فهذا يعني من الأشياء المهمة إن شاء الله بإذن الله. عسى الله يوفقك يا رب اليازي. يعني للأمانة أنا حبيت فيك الإيجابية والاندفاع والاستمرارية والتنوع أيضا بمشروعك، ما يعني خلينا نقول وقفت عند شغلة واحدة، لا تنوعتي وتوسعتي ليه ما انشهرتي بتميزك بأطباقك بأكلك. فودنا نعرف يعني هم بعد إذا حابة يعني تطبخين حق شغلة معينة أو حتى كلمة توجهينها للمشاهدين اللي قاعدين يتابعونك. اللي بقوله لهم أي واحد بباله مشروع أو بسوي لازم يبلش صح. في ناس تستعجل خلاص أنا عرفت اليوم هالشيء، عرفت هالطبق هنبيعه. لا، لازم أبلش صح، أتعب على كل شيء، أتعب على الديكور، أتعب على المنتج، أتعب على الطعم، الخدمة بعد أكيد، الخدمة صح. التوصيل، العلبة، التصوير، تصوير يعني العين تاكل قبل، لازم يكون بعد في مصداقية يعني وايد شيء ومصداقية عادل. بالضبط. أنا يعني لما كنت أصور كنت حريصة اللي تشوفها بالصور الناس نفسها موجود توصله، حتى أقول حق المصور لا تعدل، يقول بسكوتة من كسرة، قلت خلها من كسرة عشان لما توصل حقها من كسرة ما تقول لي أنا وصلتني غير. حتى المواد المستخدمة اللي تستخدمينها والكواليتي لازم يكون مضبوط. يعني الواحد يتعب، شوف خصوصا الحلويات أنت تحتاج 3 سنين ما عندك ربح كثر الكوست اللي تدفعه بعدين يبلش، لأنه هو وايد كوست. أنت تجرب تشتري مواد تشتري، فالواحد يتعب على نفسه بالأول عشان بالنهاية يحصل نتيجة. بطلت. الله يعطيك العافية، كل الشكر لك اليازي العوض، عسى رب إن شاء الله يوفقك في مشروعك أونلي كيك، ونشوف إن شاء الله من المشاريع الكبيرة اليوم وتنافس في أسواق الكويت وأسواق الخليج إن شاء الله. لكن الحين نطلع فاصل، أثناء الفاصل أبيش تقولي مقادير كيكة البرتقال والمانجا. فاصل رادين. بيت ديكسون هو منزل المقيم السياسي البريطاني في الكويت ريتشارد ديكسون، والذي عين في عام 1929 معتمدا لبريطانيا في إمارة الكويت، واتخذ من هذا البيت مسكنا له. يرجع تاريخ إنشاء البيت إلى بدايات القرن 19، وتعود ملكيته لأحد تجار الكويت المعروفين قديما، وعقب الاتفاقية التاريخية التي تمت بين الشيخ مبارك الكبير وبريطانيا عام 1899 أصبح هذا البيت مكتبا وسكنا للمعتمد السياسي البريطاني في الكويت منذ عام 1904 وحتى عام 1935، ويستخدم حاليا كمركز ثقافي ومتحف لتاريخ العلاقة الكويتية البريطانية تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وقد كان تأثير شكسبير في بيت ديكسون من حيث طرازه المعماري كبير، إذ أجرى عليه أهم التعديلات بمزجه الطراز الخليجي بالطراز الأسباني، وقد تكون المدفأة الموجودة في غرفة الاستقبال والشرف العالية إحدى الإضافات التي أدخلها شكسبير على البيت. ما زال البيت منسوب إلى الكولونيل ديكسون حتى هذا اليوم، فبعد وفاته ظلت زوجته أم سعود مستأجرة هذا البيت حتى عام 1990، وبعد وفاتها ضم البيت إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. رياضة الكروسفيت ولقاء مع أبرار الفهد. يا
يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، ارجع ارحب فيكم من خلال برنامج لشباب الديره. طبعا اليوم ضيفتنا ابرار الفهد، لعبت منتخب الكويت للتيكواندو سابقا، حاليا هي تلعب الكروس فت، وابدعت في هذه الرياضه واثبتت وجودها من خلال الرياضه النسائيه عندنا هنا بالكويت وانجازاتها وحصولها على الميداليات الذهبيه. وهي اعتزلت التيكواندو من سنتين، وطبعا بدأت مشوارها في رياضة الكروسفيت. راح نعرف الكثير والكثير عن مشوارها الرياضي من خلال وجودها ويانا. أرحب فيك أبرار ومسي عليك بالخير. الله يمسيكم بالخير ومشكورين على الاستضافة. شرفنا فيك يا أبرار. لكن أول شيء قولي لنا، لأن الموضوع التشويقي اللي بلشت فيه أماني شوي، إن أنت كنت تلعبين تيكواندو في طبعا منتخب الكويت، لكن اليوم تركتي هذه اللعبة ورحت حق لعبة ثانية اللي هي كروسفيت، خصوصا هذه اللعبة نقول جديدة عندنا. صحيح. ولكن هي موجودة من زمان خارج الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة حق بدايتي بالتايكواندو، يمكن جيلي أنا واللي قبل كان عندهم أن إذا أحد يبي يلعب أي لعبة فنون قتالية أول شيء يطري على باله لعبة الكاراتيه. فرحت طبعا سألت عن لعبة الكاراتيه، جربتها وأنا صغيرة، بس ما كان في اهتمام فيها من ناحية البنات في وقتها. بعدها انتقلت حق نادي الفتاة، كان في اللعبتين موجودين اللي هما الكاراتيه والتايكواندو، قلت ليش ما اجربهم اثنيناتهم مع بعض. جربتهم والله اثنيناتهم وبقيت لي لعبه التايكواندو، فكملت فيها مشوار طويل امتد حق 12 سنه. يعني حزام اسود وكم دان؟ اربع دان. اربع دان الله. يعني تخرعين؟ لا لا تقول لا تزعلين هماني. لا كلش ما راح ازعلها. لا ولا يمكن. وبالنسبه حق التايكواندو يعني الحمد لله اول بدايه مشواري اول كم سنه يمكن ما كان في ذاك الاهتمام، تدريجي بلش يصير فيه اهتمام. حلو. في بطولات داخلية، تدريجي صار في بطولات خارجية، في معسكرات. إيه. قدرت أشارك، قدرت أثبت نفسي في بطولات، يعني ما أقول لكم بطولة خليج واحدة، بطولات خليج، بطولات على مستوى العرب، والحمد لله آخر شيء ختمتها في بطولة آسيا. ما شاء الله. وأحرزت الميدالية البرونزية في بطولة آسيا. ما شاء الله. مع هالإنجازات الجميلة أبرار مفروض تستمرين، الصراحة الواحد يفتخر فيك، خصوصاً لما نشوف هالمشاركات والإنجازات واستمراريتك ما شاء الله في هالرياضة. بس أبي أعرف، يمكن تكلمتي عن نقطة وايد حلوة إنك دشيتي تايكواندو، بس بأي عمر كنتي أول ما دشيتي تايكواندو ومتى انضميتي لمنتخب الكويت؟ ما كنت يعني صغيرة بدايتي بالتايكواندو، لأني كنت مضطرة أسوق علشان أقدر يعني أشترك بنادي. كملت 18 سنة بلشت بالتايكواندو. أول 3 سنين ما قدرت أوصل لمستوى أني أشارك مشاركات خارجية على مستوى المنتخب، فأول مشاركة لي كانت في سنة 2006. بهالسنة نفسها دخلت بطولتين مفتوحين في كوريا، الحمد لله حصلت على ميدالية واحدة من هالبطولتين كانت برونزية. وأول بطولة لي رسمية غير البطولات يعني البطولات المفتوحة اللي تصير على مستوى مثلا العالم أو على مستوى آسيا، بس أول بطولة رسمية لي كانت بطولة الخليج سنة 2008، بطولة المرأة، وصدفناها بالكويت. صدفناها كانت بالكويت هي موجودة. هذه كانت أول بطولة على مستوى المرأة تشمل أكثر من لعبة رياضية، الحمد لله شاركت فيها وقدرت أجيب الذهبية. ممتاز، حلو، عسى الله يوفقك. انجازات وايده، انجازات عشان تعرف ان المراه والفتاه الكويتيه تحب يعني المغامره والمجازفه. انا اليوم انا قاعد يم جاكيت، كل شيء بتقولونه صح. شيء. ما اقدر اعارض شيء، لكن خلينا نسولف بعد كل هالانجازات الحلوه وهل نقول الفتره الطويله اللي شاركت فيها في بطولات واختيارك للرياضه هذه واستمريت فيها وحصلتي جوائز كبيره وميداليات ذهبيه. الحمد لكن لله. اليوم بعد هالفتره الطويله اعتزلتي هالرياضه هذه، ليش تركتيها؟ أول شيء أن كان عندي طموح قدرت أحققه بفترة ما أقول قصيرة، يعني خليت فترة طويلة على ما قدرت أحقق الطموح اللي أنا كنت أطمح له. بس وصلت مرحلة أن أدري يعني إذا كملت ما راح أحصل إنجاز أفضل من اللي أنا حصلته، فكان توقيتي بالنسبة حق الاعتزال بالنسبة لي جدا مناسب، أن أنا وصلت قمة مستواي ما راح أوصل حق مستوى أعلى من هذا، فحبيت اعتزل وانا بقمه مستواي افضل من ما اعتزل وانا مستواي نازل. كان في منافسين فتره يعني الفتره اللي اعتزلت فيها كان في منافسين قوايا؟ هل كنت تفكرين في هالشيء؟ لا، على مستوى مثلا الخليج بلى كان في منافسه. وصدف انه يمكن اخر بطوله خليج لي لعبت الفاينل مع بنت انا كنت غالبتها مره في بطوله الخليج وهي غالبتني مره في بطوله داخليه بالكويت، وصدف ان الثالثه جت من صالحي. مصالحك. فاي يعني الحمد لله هم كان التوقيت مناسب. كمية حلوه يعني. الحمد لله. فوز لك
فيعني يعطيك العافيه على هالمجلس. كان تعادل بعدين هي فازت. ما قلت على طول فازت واعتزلت قال خلاص ما تعطي فرصه. انزين من بعد ما اعتزلتي تايكواندو يعني وما شاء الله حصلتي على ميداليات ذهبيه وشاركتي في بطولات كثيره، اتجهتي لرياضه اخرى وهي الكروس فيت، فخلينا نتكلم عن شلون يعني اتجهتي للكروس فيت، شلون لقيتي نفسك بهالرياضه؟ الكروس فيت يعني الشيء الحلو والجميل فيها انه ما لها عمر، يعني يقدرون اللي بسن المراهقه يلتحقون فيها، اطفال ممكن يبلشون من سن صغير، طبعا ما راح يسوون كل الحركات، حركات معينه اللي تناسب يعني جسم الاطفال بحيث انها ما تاثر مثلا على نموهم او على مفاصلهم او على عضلاتهم. وفي لاعبين كروسفيت راح تنصدمون انه في لاعبين يدد ليومكم، كل يوم في لاعب جديد كروسفيت يلتحق بهاللعبه وعمره يمكن فوق 60 سنه. فوق 60 سنة اللعبة منتشرة بشكل رهيب بأمريكا قبل لا تنتشر طبعا بأوروبا وبدول الخليج. فيعني لو تشوفون بعض الفيديوهات حق بعض لاعبين الكروسفيت الكبار بالعمر بسن كبير قاعد يسوون يمكن بعض الحركات احنا عندنا بنات او شباب مراهقين ما يقدرون يسوون. الركبة تعورة ما يقدر. الركبة صح. صح يعني هي اللعبة فيها اصابات، الواحد لازم يدير باله من الاصابات، بس اذا بلش صح مع مدرب مختص ومهتم ان شاء الله الحمد لله كل شيء راح يكون سليم. اكيد وما في لعبه ما فيها اصابات، كل اللعبات والرياضه فيها اصابات وارده، لكن صحيح. الواحد ياخذ احتياطاته والسيفتي والتمرين والتكنيك بطريقه صحيحه راح تخليه يتفادى الاصابه من التمرين اللي يقوم فيه، خصوصا هنسولف بان هذه الرياضه اللي هي كروسفيت رياضه انا اعتبرها عنيفه جدا وتحتاج تحمل، يعني في قوه. فانت اخترتي لعبه تايكواندو وهي في المارشال ارت، وجيتي بعدها ودشيتي على لعبه هم بعد اقوى منها في التمرين وفي التحمل، فانت ليش قاعد تختارين اللعبات اللي تكون شوي عنيفه؟ سبحان الله موهبتي جت بهالاتجاهين، يعني لو كان عندي موهبه مثلا بالرسم بالكتابه كان اتجهت لها، بس صدف ان انا مواهبي قاعد تصير بس باتجاه الرياضه. شو اللي خلاك تختارين الكروس فيت؟ يعني انت بالذات كان رفيجاتك حولك كذي كانوا يلعبونها انصحوك فيها ام شفتيها؟ في البدايه اول شيء كانت هبه، اول ما بلشت يمكن سنه 2012 2013 صح. كانت هبه حتى البنات اللي ما يلعبون رياضه نهائيا التحقوا بالكروس فيت. فانا من اللي كلمني عنها اختي. اختي ما كانت يعني ما كانت رياضيه، فبلشت بهالرياضه وانصدمت من مستواها، قدرت يعني بفتره يمكن سنه تدش بطوله داخليه بالكويت بالكروسفيت وتجيب مركز اول، وانا ما خبري اختي رياضيه. فقلت ليش ما اجرب اللعبه؟ بعد هي هم شيشتني حاولت تضغط علي جربي راح تحبينها راح تفيدك. صراحه ما اشوفها انها فادتني من ناحيه التايكوندو، خصوصا ان التايكوندو تحتاج خفه ولياقه وسرعه. صح. الكروسفيت يمكن تناسب لعبات ثانيه، انا جتني فتره لعبت كره يد. لو اجمع مثلا كره اليد مع الكروسفيت اشوفهم يتناغمون يمشون مع بعض، بس تايكوندو مع الكروسفيت ما كانوا وايد ماشيين. بس المارشال ارت يعني نفس الكروسفيت تمارين تنفع حق المارشال ارت بالنسبه ما ادري للرجال، عاد الشباب عاد انت والبنات ما ادري بعض اللعبات يعني مثلا اعرف لاعبين يلعبون جودو وكروسفيت، جوجيتسو وكروسفيت او كيوكشن كيوكشن، بس التايكوندو انا شخصيا وجهه نظر احسهم مو راكبين مع بعض، فكنت يعني اذا عندي بطوله تايكوندو اضطر اوقف كروسفيت، واذا عندي كروسفيت اضطر اوقف تايكوندو. ممتاز حلو. زين شفنا بعد ما شاء الله البنات يشيلون اثقال يعني بهالرياضه هذه وقدروا انهم يوصلون لمراحل، خصوصا هي اكيد مستويات بعدين ليه ما تحمل وتشيل اثقال، مو بس الشباب بس مو معناته انها تجسم مو اوزان اوزان بناتيه شوي تكون. فنبي نعرف شنو الهدف من خلال دخولك لهالرياضه، ليه وين بتوصلين ابرار؟ هو الرياضة هذه تعتبر تجارية، يعني ما لها اتحاد، ما لها يعني حتى لو في بطولات عالمية تكون بطولات تجارية. أنا بصراحة ودي نشوف الكويت مثلا بمستوى نفس مستويات نقول دبي، مهتمين وايد برياضة الكروسفيت ومعطينها حقها، بطولات وايد بين فترة وثانية، يعني الواحد يتحمس. يعني أنا مثلا أتدرب شهر شهرين، أبي الشهر الثالث أشوف مستواي، ألعب مثلاً مع البنات اللي معاي بالديرة أو على مستوى الخليج. أي بالكويت شوي مقصرين من هالناحية. في بطولة سنوية كانت هالسنة، لا سنة 2016 كانت السنة كنا الثالثة أو الرابعة لها. أي هذه من أكبر البطولات والمعروفة بالكويت، أتمنى أنها تزيد.
فرصة أن ندش بطولة مو بس علشان والله أفوز أو أثبت أنا نفسي. أكيد فكرة الاحتكاك تنافسية وأشوف البنات من أندية ثانية أحتك معاهم ألعب معاهم، يعني هي بالنهاية رياضة، الواحد يدش رياضة عشان يستانس. وانتوا بناديكم اوريدي الحين ما في تشالنج؟ كل نادي كروسفيت في تشالنج. لا إيه اللي هو التحدي ما بينكم وكذا. مدربتنا اصلا واحده من اللاعبات المعروفين بالكويت، غير ان هم في لاعبه معنا بالنادي اسمها هاجر جمال، هذه يعني هذه ندلي منافستي بس احب وجودها بالنادي لان تشجعني على اني اكون انا انسانه افضل، احسن من المستوى. بس قبل شوي قالت اماني مو اوزان وايد اوزان بناتي، لا اماني ترى في بنات يشيلون اوزان ترى في يشيلون اوزان هو اي مو على شكل الجسم يعني لا غيركم اي صح، بس ما شاء الله فيهم يشيلون اوزان ومع هذا يعني يكون جسمها فت، ما يكون الاوفر يعني مثل ما البعض للاسف ماخذين فكره انه خلينا نقول اللعبه هذه شوي او هالرياضه او اي رياضه اخرى تكون رجاليه لان شوي فيها نوع من العنف، فشلون بنيه تدش هالمجال الرياضي؟ قبل ما كان عندهم هالثقافه بس اعتقد الحين تغيرت. هو من وجهة نظري مو مقياس، يعني شوف الشباب عاد تشوف مثلا واحد طول جسم وتقول هذا اللي راح يفوز، وتشوف لاعب ثاني اقصر اضعف ويفوز عليه، ما له شغل ما له شغل شكل الجسم. أكيد يعني كل واحد ومقدرته ما لا يغركم اي صح، فيعني ما يفرق شكل الجسم. ومن ناحية اللعبة من ناحية ان الواحد يكون فت، ترى هي مو بس بالرياضة، يعني بالدرجة الأولى الموضوع متعلق بالأكل. بالأكل أي. اللي يضبط أكله ويلعب رياضة شوي راح يحس إنه مستواه قاعد يفرق. الأكل وايد مهم. زائد طبعًا الراحة اللي هي النوم والرياضة. هالثلاث أشياء هي الأساسية عشان الواحد. وأساسًا في رياضيين وايد يمكن أقول بعض من الرياضيين اللي يمكن مستواهم في اللياقة ما هو كبير. صح. ليش مثلًا يلعبون لعبات معينة ولكن ما يحسن مستوى لياقته، فتلقين لياقته تحت، حتى لما ينافس بنية تلقينها ما في الطوفه في مجال الرياضه سمت الرياضيه. الحمد لله انه ما في منافسه بين بنات وشباب، البنات بروح الشباب انت وبروحكم وهم بروحهم اكيد، وهي مستويات مثل ما قالت اماني. لكن في الرياضه هذه اكيد في مسابقات، اكيد في بطولات، ما شاركتي للحين ولا بطوله؟ امبلى شاركت في بطوله كروسفيت في وحده كانت بالكويت نظام التيم، انا كنت مع مدربتنا بالنادي الحمد لله قدرت اجيب مركز ثاني. شاركت مرة هم بطولة بدبي بطولة فردية هم جبت مركز ثاني، شاركت مرة ثانية بطولة من تيم من ثلاثة جبت مركز ثاني ما شاء الله، آخر بطولة فردية بالكويت جبت فيها مركز ثاني. يعني أنا الحين إحنا بعدين اللي الحين معلق على رقم اثنين رقم اثنين، فإن شاء الله بطولات الجاية أقدر أحقق مركز أول إن شاء الله. زين بنعرف ردود أفعال أختك ما شاء الله اللي قلتي هي بعد يعني خلينا نقول دشت الرياضة ويابت مركز أول، فشون كانت أجواء المنافسة بينك وبينها؟ أوجه تحية طبعاً أختي لولو الفهد بطلة باتل أوف ذا إيست الجزء الأول. هي والله الحين متشيشة ودها ترد تلعب حق يعني ترد مرة ثانية حق اللعبة، فإن شاء الله تغيرها وترد. اعتزلت بعد من اللعبة؟ لا يكونها بتبدل وياش تروح تايكواندو؟ لا بادلهم أنت. جربت أسحبها مرة حق لعبة التايكواندو بس ما مشى الحال، هي لابقى عليها وايد لعبة هي سحبتش أنت ما قدرت. إيه إنزين. فأتمنى إن ترد تلعب، ودي أتنافس معها. ان شاء الله ليش لا، نوجه لها تحيه اكيد ونقول لها ردي لعبه اكيد ما يصير منافسه عاد ما بين المركز الاول والثاني ان شاء الله. ان شاء الله. زين شنو تطمحين لها بعدين ابرار؟ يعني نبي منك توجهين كلمه حتى للبنات اللي ودهم يدشون هالرياضه ومتخوفين، او اللي عندها حتى وقت فراغ وتخاف انها تدش مثلا هالرياضه، تخاف مثلا على جسمها او بالها افكار ثانيه يعني. وقبل لا تقولين بس ابيك هم تضيفين على كلام اماني البنات اللي يقعدون هم بالبيت اللي بس مجاب له التليفون، شوف الجسم هذه شوف الجسم هذه شوف وهي قاعد تاكل طبعا مسدها وتاكل ما تبي تتحرك. عليهم بالعافيه اذا كانت هذه هوايتهم عليهم بالعافيه. بالنسبه حق البنات اللي ودهم يلعبون رياضه، الرياضات مختلفه ومتنوعه، اللي فيها مجهود عضلي كبير، اللي فيها مجهود عضلي خفيف، اللي تحتاج تركيز، اللي تحتاج لياقه. يعني انا ما انصح وحدة أو يعني بنت معينة برياضة معينة. أكيد صح. الواحد من حقه إنه يجرب ويستانس يشوف اللي يلبق معه. بالضبط. أي. وممكن يعني وحدة تصدم نفسها إنه يكون عندها موهبة في وحدة من اللعبات هي ما تدري عنها. يعني مثلاً من يفكر إذا بيلعب رياضة يروح لعبة الرمي بالقوس والسهم. عجل. رياضة هي بالنهاية. صح. ممكن الواحد يدش فيها الأولمبياد ممكن يجيب ميدالية. صح. أكيد صح. وهي رياضة وتحتاج تركيز. يعني مو الناس دائما عادة يفكرون بالرياضات اللي هي متعارف عليها سلة طائرة قدم أي. بس لا لو تشوف الألعاب ولو تشوف كمية الألعاب اللي ممكن الكويت
تساعد ان توفرها او توفر لها مدربين عشان تأهل لاعبينها عشان يوصلون حق مستويات كبيرة او بطولات عالمية. يعني لو تسألون بس راح تنصدمون، يعني حتى البولينج احنا عندنا منتخب يد فترة كان ينافس بشكل رهيب في بطولات الخليج وكان يجيب كمية ميداليات رهيبة، بس يمكن بفترة الأخيرة ضعف مستواهم، وأتمنى إنه يردون مرة ثانية حق اللعبة إن شاء الله بإذن الله. وربي يوفق الجميع في رياضاته، الله يوفقك أنت يا أبرار فهد إن شاء الله، وتطلعين من خانة الاثنين وتروحين بخانة المركز الأول إن شاء الله في بطولاتك بإذن الله. بكذي مشاهدينا خلصنا لقاءنا من الفقرة الثانية مع ضيفتنا أبرار فهد، ربي يوفقها. لكن رسالتنا، في رسالة صغيرة قبل لا نطلع فاصلة ماني، لا تقعدين بالبيت ولا تقعد بالبيت بس تطالعون فلان ولا فلانة، شوف جسمها وشوف جسمه، وانت قاعد متساهل الأمر وفاتح بالأكل وهو تعبان على نفسه، هني بس تعطي عين قاعد بالبيت بس تسوق موبايل، فالله يحفظهم. لازم أغير من نفسك أكيد، فأتعب على نفسك عشان حتى أنه أنت تطور عمرك. خلونا نطلع فاصل ونرجع معاكم. طبعاً اليوم نتمنى أن تكون حلقتنا كانت خفيفة على قلوبكم ومفيدة، خصوصاً أنها كانت حلقة نسائية. ما شاء الله شفنا إنجازات بناتنا، بنات الكويت، من خلال مشاريعهم، سواء كانت مشاريع مثل ما شفنا يمكن عندهم فن وحبهم لهواية الطبخ، وعندنا حتى يعني أبرار مثال جداً جميل، بنت جازفت وقامرت ووصلت للي تبي من خلال ما شاء الله تحقيقها لأهدافها والحلم اللي وصلت فيه. هذا ما كان يعني من باب فراغ، أكيد تعبت على نفسها، وهذا اللي نبي منكم، أنكم تستغلون دائماً وقت فراغكم وتشوفون مواهبكم وتسعون في تطويرها، ما توقفون عند حد معين. عسى ربي إن شاء الله يوفق جميع من كانوا معانا هني ضيوف اليوم في حلقتنا في شباب الديرة، وربي إن شاء الله يوفقكم. أنتوا لا تطالعون وتقولون إذا بالك مشروع صغير وكذي وتقول لا خلني، أنا أخاف من الرزق، أخاف من أني أدش هذه أو أخوض في هذه المشكلة وممكن أنا أتواجه في خسارة أو غيره. حتى في مجال رياضي لا تقعد في البيت ووزنك يزيد على الفاضي وبعدها تمتن وبعدها حتى ما ينفع انك تروح تسوي وتلجأ لعمليات التجميل. فاحنا نقول الرياضة هي أساسية، هي أساسية، ومع هذا لازم الواحد يركز مهما كانت أشغاله كثيرة يخصص له جزء من الوقت في انه هو يمارس في رياضة، مو شرط نادي بدر، احنا نقول لا، حتى تقدر تروح الممشى تمشي، والحين الأجواء وايد حلوة شتوية، البراد، واحد يتدفى ويطلع يغير جو شوي يكسر روتين. أكيد مثل ما قلت يا ماني. بكذي وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم معاكم، أتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا في حلقة اليوم. حلقتنا اليوم شبابية بحتة بس عنصر نسائي، عنصر نسائي، لكن الجاي إن شاء الله نوعدكم في حلقاتنا القادمة راح يكون تنويع كبير إن شاء الله أيضا في ضيوفنا وفي موضوعاتنا المختلفة. برنامجنا من الأحد للأربعاء، تابعونا وإن شاء الله راح تتابعون الامور المختلفه اللي راح تكون ويانا في البرنامج. وعندهم حتى السوشيال ميديا الانستغرام، ورد نذكركم بالسناب شات شباب كيو اي تي في، تواصلوا معنا اول باول. وايضا شكر لمصممه الازياء زينب دشتي على ازيائها. اشوفكم على خير، مع السلامه. تمام.